السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده كيكه الاناناس بالكراميل. كيكه جميله جدا، طعمها جميل وشكلها جميل وهشه جدا. كيكه مسقيه كراميل، شايفين شكلها؟ ناعمه خالص، كيكه مفروله وناعمه، هتحبوها جدا ان شاء الله. شايفين شكلها جميله جدا، كيكه الكراميل بالاناناس تحفة. وعلى بركة الله نبتدي الشغل. أول حاجة هنعمل كراميلا حمرا، عندي 120 جرام سكر و40 جرام مية، هحطهم على بعض وعلى النار ساعة ما يغلوا هعصر عليهم نص ليمونة وأسيبهم يحمروا، ونشوف هنعمل بهم ايه بعد كده. عندي الصينية بتاعتي مقاس 20، أو الطوق بتاعي اهوت مقفله بالسيلفر من تحت، أو الصينية اللي انت هتشتغلي فيها. هفضي الكراميل في الصينية أو في الطوق على حسب اللي هتشتغلي بيه، وهبدأ أثبت الصينية كده بإيدي مع الطوق، وهجري الكراميل على الفورمة أهوت بالراحة كده، بس أهم حاجة تكوني مثبتاها. طبعا لو صينية مش مفيش مشاكل، إنما أنا عشان تحتها ورقة فمثبتها في الصينية أهوت، وهسيب الكراميل تنشف ونشوف هنعمل ايه بعد كده. عندي 4 بيضات، وعندي 120 جرام دقيق عليهم ذرة قرفة، وعندي 40 زيت، 40 جرام زيت، و120 سكر، و40 لبن، ومعلقتين زبيب. أول حاجة هعملها هحط السكر على البيض، وهبدأ أضرب السكر والبيض مع بعض بالمضرب الكهرباء، الخطوة العادية المعتادة اللي احنا عارفينها كلنا لما بنيجي نعمل اي كيكة او اي سبونج بنعمله نعود. نفضل مستمرين في الضرب لحد ما اللون البيض يتغير يبيض ويبقى معلم في المضرب. هنشوف دلوقتي اهوت البيض يعلى معايا اهوت، ولونه اتغير بيفتح لونه كل ما بضرب فيه اهوت. اهو مستمر في الضرب لحد ما يوصل للدرجة اللي انا عايزها، اللي هو هرفع المضرب كده اهوت، تشوف العلامة بتاعته ما راحتش، لسه موجود على وش البيض اهي. هبدأ احط الاول معلقتين دقيق على الزبيب، وهقول لكم ليه. واحط الدقيق بتاعي وسنة القرفة اللي عليه على البيض، وهبدأ أقلب. طبعا الحاجات دي احنا عرفناها خلاص من فوق لتحت وبالراحة كده. ولو تلاحظوا ان الكيكة ديت مفيش فيها لبكن باودر ولا غيره، هي هتعلى من نفسها اهوت. نقلب تقليب كويس من فوق لتحت، منحوش الدقيق خالص. حطينا معلقتين الدقيق على الزبيب. اي فاكهة بتتحط في الكيكة لازم يتحط عليها دقيق علشان ما تسقطش في ارضية الكيكة، تفضل متوزعة في الكيكة زي ما انت هتحطيها بالظبط. لو اتحطت من غير معلقتين الدقيق دولت هتسقط على طول، الزبيب هيسقط في الارضية بتاعة الكيكة. فبحط معلقتين الدقيق دولت واقلب كويس، اغلف الفاكهة اللي هحطها كلها بالدقيق واحطها في العجينة بتاعتي، كان زبيب بقى او فاكهة مسكرة او اي حاجة انت عايزاها، وتقلبي كويس وتعبي العجينة في الصينية تستوي، وتطلع تلاقي الزبيب متوزع في الكيكة مش راسف في ارضية الفرن. احط اللبن، عندي 40 جرام لبن، 40 ملي لبن، و40 زيت، هقلبهم في بعض كويس مع معلقتين من الخليط بتاع الاسبونش اللي انا عامله الكيكة اهوت. تقليب كويس، وهحطهم فوق خليط البيض بتاعي، خليط الاسبونج بتاعي اللي انا ضربه، وهبدأ اقلبهم برضو واخلطهم مع بعض كويس. اقلب في جميع الاتجاهات كده، واتأكد ان كل الدقيق بتاعي راح يختلط بالعجينة،
وبالراحة برضو العملية مش ما فيش فيها يعني مش محتاجة عنف يعني أو قوة، موضوع بسيط خالص اهوت. بقى جاهز للشغل خلاص، هجيب الصينية بتاعتي، عندي أناناس كمبوت اهوت، هرصه في الأرضية بتاعت الفورمة فوق الكراميل، ممكن تحط أناناس، ممكن تحط خوخ كمبوت، ممكن أحط أي نوع فاكهة بس ما يبقاش فيه مية، وهنفضي فوقها الكيك اللي انا عاملها. فضينا الكيكه، هسوي وشها بس كده بظهر المعلقه اهوت بالراحه كده، واحط لها هتستوي في حمام ميه، هتخش الفرن على 160، هتقعد بالظبط نص ساعه لخمس دقايق وتطلعيها على الشبكة اللي في الوسط، استوت اهيت هشة خالص. فضيت المية اللي في الصينية، ادي الطبق اللي هقدم فيه احطه على الفرمة، خد بالك عشان دي ده الموضوع كله اهوت، وهقلب الايه الصينية، موضوع بسيط خالص وسهل خالص، مفيش فيه اي موضوع غير بس انك تركزي في الخطوات بتاعت الشغل. وهبدأ أفك السيلفر بتاعي اللي أنا حاطه اللي أنا مقفل بيه الطوب، نشوف شكلها، هي لسه سخنة لازم تتفك وهي سخنة، ما تستناش وما تبرد عشان لو بردت الكراميل هيمسك في السيلفر. ما شاء الله زي الفل، هشيل الطوب بتاعي كمان اهوت اهيت بالراحة كده زي الفل ما شاء الله. جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي، كيكة جميلة جدا وفخمة جدا، شايفين شكلها وطعمها جميل، الأناناس مع الكراميل مع القرفة طعمها جميل فعلا وهشة جدا، مفيش فيها بيكنج باودر، مفيش فيها خميرة، مفيش فيها أي مواد رافعة، هي من نفسها، والكيكة اللي بتبقى اللي بترتفع من غير مواد رافعة بتبقى هشة وبتبقى حلوة فعلا في الأكل. شايفين شكلها، كراميل على الوش والاناناس، قلت تحط اناناس، تحط تفاح، تحط خوخ، حط اللي انت عايزاه، بس المواد اللي هي الفاكهة اللي هي ما فيش فيها مية، يعني ما نحطش برتقال مثلا. شكلها هي تنقطع حتة نشوف شكلها اهوت، لسه سخنة، كراميل سخنة، طرية خالص طبعا، شايفين الهشاشان بتاعها في قطعة السكينة، بتحسه بقطعة السكينة فيها خفيفة خالص اهيت، وريحتها جميلة جدا، ادي شكلها، ادي شكلها، شكلها فعلا جميل ويستحق انكم تجربوه. وعلى البوفيهات او بيبقى عندك عزومة او عندك حاجة بيبقى شكلها حلو فعلا، يعني تحس فيها كده فخامة كده، زي ما انتوا شايفين ناعمة خالص، جربوها ان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، وشكرا لدعمكم ليا، وشكرا على الكلام الجميل اللي انا بشوفه في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، السلام عليكم.